بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلقة جديدة من برنامجكم فتشوا الكتب وسلسلة ألف ب فضائل في الكتاب المقدس. راجع معاكم تاني. ألف أمانة، ب بساطة، ت تواضع، س ثبات، ج جهاد، ح حنان، خ خفاء. وصلنا للدال. الدال هناخدها النهاردة بعنوان دموع. الدموع عند القديسين بيعتبروها فضيلة، وكلمة فضيلة عموما معناها حاجة ليها فضل عند ربنا، يعني ليها مكافأة، زي تعبير ربنا يسوع لما يقول إيه: إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم. فضل هنا أو فضيلة، يعني عملت إيه زيادة. إذن الفضيلة هي الحاجة الزيادة اللي بتقدمها لربنا، يعني حاجة تتميز بيها. فالدموع فضيلة، لأن الدموع عموما تعبير صدق أو تعبير مشاعر جياشة. يعني الشخص اللي بيبكي يا إما متألم جدا، يا إما فرحان قوي، يا إما خجلان قوي، لكن الدموع عادة معناها في فيض من المشاعر يترجم على شكل دموع. والدموع جت كتير قوي في الكتاب، والبكاء مال الكتاب المقدس. احيانا يكون بكاء يعني محزن زي دموع المظلومين، لكن احيانا يكون بكاء مفرح لانه ممكن دموع التوبة تنتهي بفرح. كالمعتاد نبدأ بربنا يسوع له كل المجد. هل كانت هناك دموع في حياة المسيح؟ على الاقل نذكر 3 مواقف للمسيح له المجد الباكي. أول موقف قيل عن ربنا يسوع أنه بكى فيه، أنه وهو واقف قدام قبر لعازر ومريم ومرثا حواليه وطبعا بيبكوا بحرقة، بكى يسوع. هنا انفعال ربنا يسوع له المجد ده انفعال حب، انفعال إنساني بشري، لأن المسيح له المجد، لاهوته لم يفارق ناسوته، ناسوته فيه ولاهوته فيه. بكى تعاطفا مع مريم ومرس، عشان كده القديس بولس يقول إيه: فرحا مع الفرحين وإيه وبكاء مع الباكين. طب يا رب أنت بتبكي ليه وأنت عارف أنه بعد دقايق هيقوم؟ بس المسيح كأنه بيقول ما أقدرش ما بكيش وهم منفعلين. إذا هنا في دموع التعاطف أو في دموع الحب، هو بيحب لعازر وبيحب مريم ومرثا، مع انفعالهم الشديد تفاعل معاهم وبكى. إنما الدموع دي طبعا جفت بعد دقايق لما لعازر قام من الموت واتقلبت الدموع أفراح. مرة تاني قيل عن ربنا يسوع إنه بكى على أورشليم. فآخر مرة داخل لأورشليم، أورشليم بتيجي من عند جبل الزيتون كده تبان، وطبعا دي مدينة محبوبة من كل اليهود، والمدينة الملك العظيم أو مدينة السلام أورسليم أو الأورشليم. إنما المسيح له المجد وهو باصص عليها في آخر مرة يدخل، بكى لأنه شايف خرابها اللي هيحصل. فبكى المسيح على أورشليم وقال كلمته المشهورة: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. إذن ربنا يسوع بكى عند قبر لعازر وبكى على أورشليم لأنه شايف خرابها. هنا البكاء بحال وهنا البكاء بحال تاني. المرة الأولانية حب لإخوات لعازر الحزانة المنفعلين، المرة التانية حزن حقيقي على أورشليم اللي هتخرب. مرة تالتة في وقت صلاة ربنا يسوع له المجد في جسيماني، وإن كانت الأناجيل لم تذكر بدقة كلمة إنه في بكاء، لكن الكتاب قال بدأ يدهش ويكتئب. تعبير يدهش ده يعني يبكي بحرقة. اللي فسر التعبير ده القديس بولس في عبرانيين 5، قال: قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقدر أن يخلصه من الموت. إذن المسيح له المجد ليلة صليبه بكى وبكى بشدة،
وقال لتلاميذه ليلتها نفسي حزينة جدا حتى الموت. يبقى هنا الدموع ممكن تطلع نتيجة حزن شديد في القلب، دموع حزن على شخص، حزن على وجع شديد، على ألم شديد. إنما طبعا ما نقدرش نقول إن المسيح له المجد بيبكي توبة، لا دي خاصة بينا احنا لأن احنا الخطاة، ولكنه يبكي على الخطاة. ما نقدرش نقول إن المسيح له المجد بيبكي ندما لأنه لا يندم، لكنه بيبكي تعاطفا مع المتألمين والباكين. إذا ربنا يسوع له المجد لم تخلو حياته أبدا من دموع وبكاء. تعالوا بقى نفكر شوية في الدموع والبكاء في حياتنا، وهنا في آيات كثيرة تخدمنا. بداية من العهد القديم أديكم شوية مواقف وأمثلة وإحنا بنفتش الكتب بحثا عن الدموع. قيل عن حزقية الملك، حزقية الملك ده كان إنسان صالح ضمن الملوك القليلين الصالحين اللي جم بعد داود الملك، وإنما لما عرف أنه هيموت بكى بحرقة لأنه ما كانش عاوز يموت، زي اللي خايف من الموت، كان لسه إيمانه مش قوي قوي. ولما بكى وصلى بحرقة جاله الخبر يقول له إيه؟ قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك. يبقى ربنا بيبص على الدموع، الدموع دي حاجة غالية عند ربنا لأن معناه في صدق في القلب. ها أنا ده أشفيك في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. وبسبب دموعه ربنا طول عمره 15 سنة. إذا ذكر عن الملك حزقية أنه كان صاحب دموع. لو مثلا دخلنا على سفر طوبيا هنلاقي تكرار ذكر الدموع في أكتر من موقف. طوبيت كان بيبكي، ورعوئيل أبو سرة بيبكي، وسرة بتبكي، وهتلاقوا الحكاية فيها دموع كتير في سفر طوبيا. لو رحنا لسفر يهوديت هتلاقي انه عزية ده بيبكي، وهتلاقوا يهوديت كمان كانت بتبكي، بس هنا دموع الصراخ، يبقى ده نوع مختلف. هنا بيصرخوا ربنا بدموع انه ينقذ شعبهم. وقفت يهوديت امام السرير وكانت تصلي بالدموع وتحرك شفتيها وهي ساكتة. لو رحنا للمزامير نلاقي ذكر دموع كتير. يقول مثلا تعبت في تنهدي، أعوم في كل ليلة سريري بدموعي أدوب فراش. يبقى يعني كأن الدموع بتعمل السرير ده بيعوم فيه من كتر دموعه. طبعا ده جه بعد خطية داود. لما يقول مرة تاني استمع صلاتي يا رب واصغي إلى صراخي لا تسكت عن دموعي، كأن الدموع لوحدها من غير كلام صلاة. فبيقول له يا رب رد على دموعي. إذا الدموع كأنها كلمات بدون كلام، أو كأنه صلاة من غير كلام. مرة تاني المزمور يقول صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا. يعني الواحد يأكل دموعه، يعني إيه؟ يعني زي اللي بيشتهي الدموع أو في حالة دموع مستمرة ليل ونهار بيبكي. إذ قيل لي كل يوم أين إلهك؟ يعني لما الواحد يكون حاسس بغربة عن ربنا أو متأذي من وضع أو من خطية صعبة، حاسس ربنا بعيد، فبيقول له الشياطين بيقولوا لي فين ربنا بتاعك، وهو عمال يبكي لغاية ما ربنا يرد. مزمور آخر يقول تيهاني راقبت، اجعل أنت دموعي في ضقك. يعني يا رب هتزق كده وحوش دموعي عندك، أنا عارف أن أنت غالية عليك دموعي، فحوشها عندك لأنه أنا ما عنديش غير شوية الدموع اللي أقدمها لك. مزمور آخر يقول قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. يعني ربنا بيسمح أحيانا لشعبه بدموع كثيرة عشان ينقي قلبهم، لأن الدموع بتنظف القلب. مزمور 102 يقول قد أكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بدموعي. يبقى يا عيني وهو بياكل وبيشرب كمان بيبكي. من بركات الدموع المزمور 126 اللي يقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك. يعني تبتدي الاول بحزن وتنتهي دايما بفرح. حياتنا على الارض موسم الدموع، هنا هناك يمسح الله كل دمعة من عيونهم. تبتدي تجربة كلها دموع ومذلة، تنتهي بافراح وبركات.
في دموع أخرى في الكتاب يسميها سفر الجامعة دموع المظلومين، يقول رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس، فهو ذا دموع المظلومين ولا معزي لهم. لما واحد يكون مظلوم قوي ومحدش سامعه بيبقى قلبه محروق من الظلم ويبكي ويظن ان محدش سامعه، لكن الدموع دي عند ربنا غالية. يقول من يد ظالميهم قهر، أما هم فلا معزي لهم. جامعة 4، بس طبعا لا معزي لهم في الدنيا، لكن ربنا معزيهم وياخد بحقهم كمان. عشان نركز في موضوع الدموع عاوز أكلمكم عن كذا نوع من الدموع في حياتنا. أول دموع دموع التوبة، يمكن دي اللي بسببها ربنا يسوع قال طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون. الشخص اللي بيقضي حياته في صلواته صاحب دموع يبكي على خطاياه، ربنا مش بس يعزيه وينظف قلبه. لدرجة واحد زي القديس يوحنا الدرجي قال أنا بشوف إن الدموع بتكمل دور مية المعمودية. مية المعمودية خلقتنا خليقة جديدة، والدموع بتحافظ علينا في الطبيعة الجديدة. وقال زي ما الواحد بيتولد في المعمودية بالمية بيتولد في التوبة مرة تاني بالدموع. إلى هذه الدرجة احترم الدموع واعتبرها ليها دور كبير قوي، يعني كأنها امتداد لدور مية المعمودية. دموع التوبة دي بقى ليها قصص كتير قوي في الكتاب، نذكر منها مثلا القديس بطرس لما بكى بكاء مرا، هتلاقوها في الأناجيل كذا مرة، بعد ما أنكر والديك سمع صوته مرتين، وفي إنجيل لوقا يقول ربنا يسوع بصله من بعيد بصة كده خرج خارجا وبكى بكاء مرا، يعني دي دموع توبة. لما نسمع مثلا عن المرأة الخاطية اللي جت تحت رجلين المسيح وبقت تبكي بحرقة، وبعدين من كتر دموعها ما غرقت رجلين المسيح بقت تمسح الدموع بشعر راسها، وبعدين بقت تقبل القدمين كأنها بتعتذر له ان دموعها وشعرها لمسوا رجليه. تعبيرات جميلة. ربنا يسوع احترم ده كله وقدر ده كله وقال له يا سمعان عندي كلمة اقولها لك، وابتدى يتكلم معاه يقول له ايه، دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، اما هذه فلم تكف فقد غسلت بالدموع قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، اما هي فقد دهنت بالطيب قدمي، قبلة لم تقبلني، اما هي فلم تكف عن تقبيل قدمي. يعني ربنا يسوع واخد باله قوي وراصد كل شعور جميل ورا الدموع والتذلل ده كله. لما نسمع عن ابونا يعقوب ازاي في حياته الاولانيه كان طماع واناني وبيعمل حاجات وحشه وفي كذبه، وبعدين ليله يقابل المسيح ويقول عنه هوشع النبي بكى واسترحمه، لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني. ومع هذا البكاء زي يعقوب اتغسل تمام وطلع من الليلة دي وشه منور وأصبح إسرائيل رجل الله، طبيعة جديدة شخصية جديدة وحياة جديدة. دموع التوبة أغلى دموع في الكتاب لأنها بتغسل الخطية. عشان كده في المزمور 50 تلاحظوا كلمة اغسلني وأبيض أكتر من التلج، وتعبيرات ليها علاقة كده بالدموع والاغتسال والنقاوة. ولأنه نقاوة القلب هدف كبير قوي عندنا، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، القديسين شافوا أن نقاوة القلب تحتاج إلى دموع كتير. يعني لما التوبة تبقى سخنة يسموها النوح أو النواح، من شدة التوبة تطلع دموع كتيرة، والدموع الكتيرة دي بتغسل القلب، يقوم القلب ينضف قوي تقوم العين تتفتح ويقدر يشوف ربنا. لكن القلب القاسي تلاقوا ما يبكيش وما يتأثرش، وتوبته تبقى طرية كده وميعة. داود قضى بقية عمره في حالة بكاء ودموع، هم عشان كده استرد نقاوة القلب وأصبح حسب قلب الله. ده نوع من الدموع اسمه دموع التوبة أو حزن التوبة. لكن في نوع تاني دموع الفرح، ممكن واحد ينفعل من كتر الفرح فيبكي، ودي حصلت وقت نحاميا. لما تقروا سفر نحاميا الناس لما لقوا الهيكل بيعمر
والشريعة بتتقري عليهم ورجعوا تاني أراضيهم، والعمار رجع بعد سنين من السبي، كانوا بيبكوا بانفعال بس من شدة الفرح. ولما نشوف مثلا موقف يعقوب لما عرف ان يوسف عايش بعد ما بكى عليه 20 سنة، يبقى قاعد بيبكي 20 سنة دموع حرقة ودموع قهر ودموع يعني خسارة وفقدان عزيز، بقى يبكي بفرح شديد وهو واخد يوسف في حضنه، خد يوسف في حضنه على بوابة مصر كده وقعدوا يبكوا هما الاتنين، دي دموع فرح. إذا ممكن حتى انفعال الفرح لما يبقى شديد قوي قد يتحول إلى دموع. وعشان كده ممكن واحد يكون بيصلي وهو خجلان جدا والدموع في عينيه كتائب، وممكن يصلي وهو فرحان قوي وبرضه الدموع في عينيه كمتهلل ومتعذب. نوع آخر من الدموع الحلوة دموع الخدمة. لما بولس مثلا يقول كنت أنذر بدموع كل واحد، هنا الدموع لا هي دموع توبة ولا دموع تعزية وفرح، ده نوع جديد من الدموع، ده دموع خوف وأمانة في الخدمة، حب للمخدومين. زي في نفس الإصحاح في أعمال 20 يقول إيه، أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. يعني في دموع كتيرة جوه الخدمة بسبب الضيقات، بسبب المشاكل، دموع داخل الصلاة من أجل المخدومين من أجل الخدام، إنما في دموع جوه الخدمة. بنفس المعنى يقول لتلميذه تيموساوس ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرح، في تيموساوس الثاني أول إصحاح، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرح. في مرة تانية هو بيكتب الرسالة في كورنثوس الثانية يقول كتبت إليكم بدموع كثيرة، كل دي دموع مرتبطة بعلاقة الأب مع أولاده أو الراعي مع رعيته أو خوف المسؤولية وحكم الرعاية، يخلي الواحد أحيانا يعني يبكي على شعبه. في نوع تاني من الدموع تستغربوه شوية لأنه مرتبط بالمذبح، يقول في ملاخي 2 فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع. وتلاقوا في حتة تاني يقول نوحوا وابكوا يا خدام المذبح. اذا جوه المذبح واحنا في حضرة ربنا الدموع تطلع لان احنا هايبين وخاشعين حضور الله، او خجلانين من منظرنا قدام ربنا، او بنتذكر خطايانا، او بنتذكر يوم الدينونة، كل دي مشاعر ممكن تخلينا نغطي المذبح بالدموع. تعبير جميل جاي في ملاخي 2 مغطينا مذبح الرب بالدموع. اذا الدموع حاجة غالية، لكن الاباء قالوا لنا يعني فكرة كده جميلة ان الدموع دي زي المطر. بمعنى ايه؟ مرة واحد راح يسأل ابوه الروحي يقول له يا ابي انا عاوز دموع في الصلاة زي غيري. قال له يا ابني الدموع دي زي المطر، في مطر يجي بس ملوش معاد، وفي مطر تتوقعه، لكن يعني عموما المطر ملوش معاد، المطر بيجي نعمة والدموع نعمة. طب إذا كانت نعمة ليه واحد يجي له دموع وواحد ما يجيلوش دموع؟ زي ما اتفقنا قبل كده في باب الجهاد، النعمة عاوزة جهاد. اللي يجاهد في فحص نفسه، اللي يجاهد في قراية الكتاب بأمانة، اللي يجاهد في صلواته يعطى نعمة الدموع. اللي يجاهد في خدمة الناس وفي إحساس المسؤولية على خلاص النفوس يعطى نعمة الدموع. اللي يجاهد في التسبيح والسهر الروحي قد يعطى نعمة الدموع. إنما المطر ما تقدرش تثبت له ميعاد. لكن في نوع من الدموع دموع مكارة شوي، ودي طبعا إيه يعني الواحد يعني يتفاداها. بعض الناس تبقى عندها دموع سريعة لكن متقلبة، ساعات يسموها دموع التماسيح، يقولوا بعض التماسيح تلاقي في عينيها دموع قبل ما تقتل الفريسة، يعني خداعة شوي. فقد يتأثر الإنسان تأثر وقتي جدا لدرجة البكاء، لكن الانفعال ده يكون انفعال مؤقت وبسرعة يروح وتتقلب الحكاية. زي يذكر مرة عن أخاب الملك لما وبخوا إيليا النبي بشدة
تأثر جدا وقعد في المسوح ومشى يبكي كده، لكن دي ليلة واحدة بس كده، وبعد كده رجع تاني زي ما هو إنسان شرير وبطال ومفتري. عندنا وعد جميل إنه يمسح الله كل دمعة من عيونكم. إذا الإنسان قضى حياته في دموع في عينيه، دموع توبة، دموع خدمة، دموع تسبيح، دموع خجل من ربنا، لو الحياة فيها الدموع الرقيقة دي، مش بس يتعزى قصاد الدموع، لكن كمان عند ربنا كل دمعة من دول غالية عنده، فيمسح الله كل دمعة. تفسير آخر لكل دمعة دي يعني أسباب الدموع. أحيانا الواحد يبكي بسبب تجربة جديدة ولا يجد تفسير للتجربة، ليه يا رب عملت كده؟ ليه سمحت بكده؟ ما عندوش تفسير. فيمسح الله كل دمعة، زي اللي ربنا ياخده كده جنبه كده ويمسح له دموعه ويقول له طب أنا أقول لك بقى، أنا عملت كده ليه؟ عشان أريحك، أنت ما كنتش هتوصل السما غير بالطريقة دي، أو اللي أنت بتبكي عليهم دول ما كانوش هيجوا السما غير بالطريقة دي، ويوري له ويكشف له أن كل اللي حصل ده كان ضروري لخلاص نفسه وخلاص اللي حواليه. فيمسح الله الدموع، يمسح الله الدموع يعني يريح القلب، يعني يفهمنا اللي ما كناش فاهمينه، يعني يكشف لنا أحكامه الأبعد عن الفحص والاستقصاء. الدموع في مجملها مرتبطة جدا بفضيلة التواضع. لو فكر افتكرتوا التاء تواضع، من غير تواضع صعب يبقى فيه دموع، لأن القلب المنكسر المتواضع هو ده اللي يجيب الدموع. الإنسان اللي طبيعته قلبه لحمي يطلع من عينيه دموع، لدرجة واحد زي أرميا لأنه كان رقيق الحس جدا يقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، ودي ساعات نسميها شهوة الدموع، يعني واحد مشتهي أنه يعرف ينفعل في الصلاة أو يبكي أمام الله. فقال له يا رب أنا عاوز رأسي دي علب الدموع وعيني دي فتحتين ينزلوا دموعه بس، يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا على قتل بنت الشعب. وكل دي دموع خدمة، لأن هو مش بيبكي على نفسه، هو بيبكي على شعبه اللي باع ربنا وناسي ربنا. من هنا كتبت مراسي أرميا. مراسي أرميا عبارة عن يعني دموع معبر عنها في الشعر، وهو شايف الهيكل مهجور وخدوا الشباب سبايا والدنيا خربت خالص، فكان بيبكي بحرقة على هذا الشعب العنيد اللي ياما حذره من اليوم ده ولسه مطعش. كمان زي ما عندنا شهوة الدموع عندنا حاجة اسمها عدوى الدموع، لأنه ممكن الدموع تبقى معدية، بمعنى واحد يتأثر فتلاقي اللي حواليه كمان تأثره. دي هتلاحظوها مثلا في سفر عزرا، يقول لما صلى عزرا واعترف وهو باكن وساقط أمام بيت الله، اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء والأولاد لأن الشعب بكى بكاء عظيما. يبقى عزرا قاد التوبة بدموعه، فالناس ورا منه بقت كلها بتبكي لأنه وقف واعترف وقال له يا رب احنا نستاهل اللي احنا فيه، أنت جازتنا بأقل من حقنا، احنا نستاهل عقوبات أكتر من كده، لكن اعمل معروف يا رب ارفع غضبك عنا وارجع تاني ارضى علينا واتدخل وانقذنا. وفعلا كانت صلاته مستجابة وحصل نهضة روحية كبيرة قوي بسبب دموعه ودموع الشعب اللي وراه. إذا هنا كأنه الدموع دي معدية، لأن الشخص اللي ينفعل انفعال حلو ومظبوط ممكن هذا الانفعال النقي ينتقل إلى الآخرين. في جو المتواضعين تلاقي النعمة دي عمالة تمشي كده من واحد لواحد، فتلاقي الانفعال المقدس يغطي المكان كله إذا كان في روح ربنا فعلا وفي قداسة في خشوع في تواضع كده. كمان الدموع مش بس تحتاج إلى تواضع، تحتاج إلى حب، لأنه تعبير من تعبيرات الحب الدموع. ربنا يسوع له المجد بكى وبكاء كل حب، بكى على أورشليم بيحب أورشليم، بكى مع مريم ومرسى بيحب البيت ده، بكى عند الصليب لأنه بيحب البشرية كلها. كذلك وانت بتبكي في الصلاة ما انت بتحب ربنا، وانت بتبكي من أجل الخدمة ما انت بتحب الناس.
فالقلب العمران حب سهل عليه يطلع منه دموع، إنما القلب المشغول بذاته وبأنانيته صعب أوي يطلع منه دموع. في الآخر عاوز أقول إيه، الدموع مش هي الهدف في ذاته، إنما القلب المنكسر المتواضع هو هدف. يعني إحنا مش هنقعد نحسبها كام دمعة وكم مرة بكينا، إنما الأفضل إن إحنا نحسب كم مرة صلينا من قلبنا، وكم مرة انسحقنا فعلا قدام ربنا. الحرارة في العبادة هي المطلوبة، يا ترى الحرارة دي معاها دموع أو معهاش، بس الحرارة هي المطلوبة. زي ما يقول الكتاب، كونوا حارين في الروح عابدين الرب. كمان أقول لكم حاجة أخيرة، اللجاجة تعطي دموع، واللجاجة دي يعني إيه؟ يعني الإلحاح في الصلاة. يعني المرأة الكنعانية ماشية ورا المسيح في لجاجة، عمالة تصرخ يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني، مش راضية تسكت، مع اللجاجة دي تطلع الدموع. الراجل اللي كان ابنه في روح شرير والتلاميذ ما عرفوش يخرجوه، صرخ بدموع وقال له يعني لو تقدر تعمل حاجة اعمل. قام المسيح قال له أتستطيع أن تؤمن؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. قال له أؤمن، فأعن عدم إيماني، وقالها بدموع. إذا الدموع بتطلع عادة مش بس من قلب متواضع ومن قلب محب، لكن كمان مع اللجاجة والإلحاح والصراخ الشديد. ربنا يدينا نعمة الدموع، فيكون قلبنا لحمي كده، يحس بكل كلمة في الإنجيل ويحس بكل كلمة في الصلاة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.